المشهد في ساحة الخلاني من جهتها الأخرى توثقه صور حصرية للعربية، تظهر فيها القوات الأمنية في أوضاع متأهبة وأخرى مراقبة، بينما يعتلي الحواجز الأسمنتية متظاهرون غاضبون والطرفان تتوسطهما نيران مشتعلة. هذا المشهد سبقه آخر مختلف تماما خلال النهار، دارت خلاله أحداث دامية أوقعت ضحايا وفقا لما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر طبية وأمنية وتحدث عنه ناشط. باور شوف وين الطلق الحي شوفوه ترى هاي مال حروب مال حروب هاي والله ما نرجع لو مو شغب والله ما نغذي لو جيب جيش كله لو جيب ايران كله علينا ما نرجع. رواية القتل نفتها مرة أخرى القيادة الأمنية، هذه المرة على لسان قائد عمليات بغداد، بين نفي الحكومة وتأكيد ناشطين ومنظمات مدنية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. بقي الحال متأزما في شارع الخلاني مع فشل القوات الحكومية في حصر الاحتجاجات داخل ساحة التحرير التي يتزايد فيها عدد المتظاهرين، وسط شعارات تطالب برحيل المنظومة الحكومية والأحزاب.